سؤال ثاني. سؤال ثاني. أيه؟ كثر الطعن الآن في الآونة الأخيرة في الشيخ خالد أبو عبد الأعلى المصري والشيخ أسامة العتيبي. خطأ ما ينبغي. ما ينبغي. بازمول. ما ينبغي. كلنا عندنا أخطاء. أبو عبد الأعلى على خير. وأسامة على خير. لكن كل هذا يخطئ ويخطئ. حتى نحن نخطئ. كل بني آدم خطأ. ليس هناك عصمة لأحد بعد الأنبياء والرسل. لكن كما قال العلماء إذا كثر خير الشخص وفضله وعلمه فأخطاؤه يتجاوز عنها. هذا الصحيح. هذا الصحيح. أبو عبد الأعلى ما شاء الله عنده فضل عظيم. أنت ولا عنده أخطاء، ما هو معصوم. وعبد الرحمن أنا ماني معصوم، لكن الذي يأخذ الأخطاء وينقرها هذا في قلبه مرض، نسأل الله السلامة عليه. عرفت ولا لا؟ تاريخنا اليوم 7 رمضان في المسجد النبوي الشريف، والسلام عليكم. انتهى. 1440. 1440. جزاك الله خير. يلا.